السلام عليكم، اليوم جايكم مقطع جديد. اليوم مقطعنا ما بتنبي اوكي دثرن، لكن اذا خلصت دثرن هذا ممكن يجيك فوق 100,000 اكس بي تلفل بالراحه. يعني انا ما العب فورت كثير، فقلت لازم العب هذا الماب واشوف. فليفلي 10 والاكس بي حقي 34,000، بخلص هذا الماب وبشوف كم اخذت من هذا الماب. قبل ما ابدا مقطع لايك اشتراك فعل زر التبيات، اهم شيء الاشتراك يا شباب، وكود فيصل اللي يبغى يدعمني وشكرا. خلونا نبدا هنا كستمايز. وشو هذا؟ يعني كود فيصل يا شباب، خلونا نبدا. طبعا هذه الكوينات اللي جمعها، بس هل اوكي يقول لك اسرع عشان بس تخلص هذا. اوكي انا ما شفت هذه يا شباب. بداية عيد دلابي. اوكي اوكي الحين امورنا طيبه. حلو، لا والله مو بحلو. حلو، هذا وش اللي معي؟ هذا اللي رجعني للهب اتوقع، بس اللي صار في مقطعي مع ريان. شوف هنا في نقطات عاديه، فنروح كذا. فاعطوني 2000 اكس بي على طول. اي تم جلاس بريكس ما ادري ايش رننج. اوكي اوكي خلينا نشوف ايش بيسوي. تروي جلاس وولز، والله اني ما ادري. كسر اوكي بس كذا، والله شكرا. يعني ما ادري ايش الغرض من هذا والله اني على بالي ان فتحه هذه اطيح فيها. اوكي عدينا. ليف سكيب، ابغى ليف سكيب. يوز بلاين، حلو التليبورت اللي صار، ما ادري ايش صار هنا بس اوكي. والله تصميم الماب عجبني، تبغى الصدق. والله عجبني، احس انه ها كنا بادين على 34,000 4000 اكس بي على طول. هنا يقول لك هذه، بعدين هذه، هنا يقول لك هول ذا بتن عشان يجيك اكس بي. تشالنج 1 اوكي، اتوقع في اكس بي تشالنج 2 3 4 شيء زي كذا. اتوقع اني قريت انه 150 ليفل، والله اني ما ادري. 15,000 اكس بي يا عيال، كنا بادين على 34,000 يا شباب، والله شكله صدق. اوكي هذا يوقف ما يطيح، حلو حلو حلو. بدي اتسلق، حلو. والله جامد الحرك. انا ليش ما شفت هذا الشيء؟ ليه شلون انا ما طحت فيه؟ شلون ها هنا بعد نفس الشيء؟ كيف ما تفعل الفخ؟ لاحظت هذا الشيء ولا لا؟ اوكي اوكي والله العظيم اني ما ادري ايش صار، ما انتبهت ترى القزاز هذا اللي انكسر، ما انتبهت له، ما ادري ايش صار حرفيا. اوه لا 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 لا، في شيء هنا، في شيء هنا، في شيء هنا، لازم اخذ هذا الشيء. اوكي اوكي هل في شيء في المويه يعني ولا ايش؟ والله ما ادري هل في شيء ولا لا، لكن ان شاء الله انه ما في شيء يروح علينا. اوكي ننزل هنا بعد. اوه قاعد تتفعل افخاخ، ما ادري ايش قاعد يصير حرفيا. هنا ننزل على هذا. انا ليش على بالي انه زي اللانش باد قاعد ينطط فوق؟ سلك، حلو خلصناها. سوي كذا كذا، حلو خلصناها. اوب يا ساتر يا ساتر يا ساتر. والله ديم، والله جامده، والله جامده. شوف الاكس بي 8000، حلو خلصنا 20,000 اكس بي بالراحه. طيب هذه بسرعه ولا بدون سرعه؟ جرب، لا نجرب مره ثانيه. فوق يسار في شيء. اوكي والله اني لاحظته يوم مت، لو ما مت يمكن ما اشوفه. هنا يمين يسار فوق تحت، ننط هنا. شلون جبتها انا؟ شلون؟ اوكي اوكي والله ما ادري كيف جبتها والله. كيف جبت هنا؟ كيف ما مت للحين؟ ننط على هذا. ووب هذا قزاز، اتوقع انها كذا كذا. حلو حلو حلو، ايزي 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 ايزي. الماب ممتع والله، الماب ممتع، يعني مو زي المابات الثانيه، في تغيير، كميه تغيير مو طبيعيه. هنا في شيء، جرب هذه بعد، جرب هذه بعد. والله اني ما شفت الا في اخر لحظه. اوكي الحمد لله. يا ساتر، انا اروح كيف فوق وانا اقول وين؟ وين في فوق بس اني ما شفته كيف؟ عادي عادي، مشي 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 شباب. نرجع لهذه، حلو شيء ثاني. اوكي اوه هنا في دانس انسايد زون. اوكي اتوقع ارقص هنا. كم اعطاني اكس بي؟ والله مشينا كثير، مشينا كثير بالاكس بي. شوفوا كيف وصل الى هنا يا شباب. هنا ونروح ونجي، ما ادري ترى ناخذ هذا الشيء، اتوقع انه يعطينا اكس بي ان شاء الله يعني. بعدين نجر هذا هذا. اوكي هل في شيء هناك؟ ان شاء الله انه ما في شيء، والله ما فاضي ارجع له والله. هنا ننط عادي وهنا ننط عادي، خلصنا خلصنا ان شاء الله انه ما في شيء ورانا ان شاء الله. انا ما ادري هذا الماب مسوينه على النطه هذه ولا ايش، مع انه في ليفلات يعني سهله مره، ايش الغرض من ذي يعني؟ فتلفتي بيبان على ايش؟ اوكي اوكي ووب. في فخ؟ والله كني احس في فخ كان. طيب ليش هذه حركه يعني؟ لا توني بقول واضح انه في شيء يعني، لان ايش ما ادري. هلا تسلقنا واسرع اسرع اسرع اسرع. واو على بالي ان النزله عاديه والله. شوفوا 10,000 اكس بي ايزي ايزي، تو انه شاف 63,000 فجاه الحين 53. هلا بي، تكفى تكفى تسلق، حلو. اوكي هنشوف كم اكس بي، 2000 تقريبا. اوكي ما في اي شيء، فنرجع هنا خلاص. اوووب حلو، نجرب الاول.
جرب الثاني. الحمد لله اللي ما طحت. الحمد لله. هلا وي. كيف الوقفة؟ والله السرعة شيء جامد. اقسم بالله انا شيء جامد. ووب. يا ساتر. اوكي اوكي هذه ايزي اتوقع. في شيء يعني راح علينا؟ قلنا ايزي بعد ذي. حلو. مرة ايزي. تكفى تكفى تكفى. هلا 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 هلا. كذا يعني. ووب. هلا بي. الحين بيجينا اكس بي كثير. عاد اذا ما جانا وشو؟ يوز فندق ماشين. اوكي ناخذ فندق ماشين عشان ناخذ هذا الشيء الكهربائي اللي ما ادري وشو صراحه. اعطونا 18000 اكس بي على ذا الشيء يا شباب. والله قمنا نحسب يا شباب وطلع صدق انه في كميه اكس بي في الماب مو طبيعيه. ما ادري هل كل مابات كذا ولا عشان يركزت. والله جد ما ادري. لا لا هنا في شيء لازم ناخذه. شفت كيف؟ روح هنا بعدين نط هنا. حلو حلو حلو. ندور البيضات اللي زي قبل شوي. حلو ان شاء الله. يعني جبت ليد يعني. ممتاز جدا. والله استعجلت فيها مره. بس ان شاء الله اني ما اطيح. حلو حلو ما طحنا. جبناها. هذه جربها كذا. هذه جربها كذا. جربها كذا. وهذه كذا. بس. اوه يا القزاز ما انتبهت له والله. يا ساتر. اوكي هذه نطه قويه. ماشيين صح. هذا فيه سرعة فيه سرعة. ووب. الله والله حركة القزاز مع السرعة ذي بنت لذينة جامدة. تيك على الاكس بي. خلاص ندخل في 12. طيب الكهرباء اللي خذيناه وش نستفيد منه يعني؟ فيه ما استفدنا منه ولا شيء. نعكس توقعات شوي عشان ناخذ البيضة سبحان الله. اوكي بقينا 13000 تقريبا نخش الليفل الجديد. كل الطرق تؤدي إلى روما تقريبا يعني. طيب هذه النطة نطة كاملة. ووب. على كذا يعني. والله ديم ديم لازم تركز على انه في فوق شيء عشان تعدي زي الناس. حلو هذا قزاز وبتطيح فسوي كذا. حلوه الحركه والله حلوه. اوكي اوكي توقعت انه في بيضه تحت او شيء لكن ما صار في شيء. بسم الله ذس از بارتا. الو 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 هلا. والله جميله جدا. شكرا يا صاحب الماب على الفكره هذه. شكرا يا جمب اون ذا تايل. اوكي شكرا. يقولك نط هنا عشان تاخذ اكس بي. شوف كيف خشينا على طول 13 12 معليش. كم نجيب 65000 نقدر يعني. والله ذا الماب غريب اقسم بالله اني على بالي الجلاس قبل شوي نتكسر وزي كذا عشان تمشي. اوكي ووب. ووب. حلو ما ادري ايش هذه الحركه انا بس حاط لك هنا بيضه عشان ما تشوفها. اسمع عليك اجيب كل شيء انا. هذه تخشيش. حلو ايزي ايزي. الو الحركه والله اني ركضت بالغلط. اعطاني 5000 اكس بي يا شباب يا ساتر. اوكي اوكي لازم تسرع على كل شيء تقريبا يعني تقريبا. وايزي اصبر لو اسرعنا هل بيعطينا ذا؟ هل يدف في القزاز؟ لا مستحيل يعني لازم نروح هنا نسوي كذا دستروي. والله قلت بموت على هذه. اوب اوب توني اقول الحمد لله وصلت. هذه تسلك كذا بس كذا. اوكي ووب. حلو 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 اشوف كميه الاكس بي اللي بيعطينا. نايس 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 اتوقع غطينا ال 100000 بالراحه. انا اشوفه بروح تحت احس في شيء. والله العظيم اني قايل لكم كذا اختلف مع الناس. اختلف عن الناس ما ادري الزبده عكس توقعات. والله اني ما ادري وش هذا صراحه. أنا توقعت ان الشيء اللي خذيته قبل راح يفيدني مع هذا الشيء فهمتوا بس صار ما له دخل. اخذي توتر شوي والله. حلو عدينا هذه ما نقدر نسوي شيء. حلوين الله العظيم لفيت في اخر لحظه يا ساتر. هل توني اقول هل نتمسك بهالشيء ولا لا؟ حلو 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 سويناه صح الحمد لله. الحين نرقى هنا. ممتاز جدا هذا ايزي. الحين ندور بيضات. ما ادري هل البيضات تعطينا اكس بي زياده ما ادري والله اني ما ادري جد. بسم الله نط يسار. والله يا كمية الاكس بي اللي قاعد تجي جميلة جدا واشغلتكم سالفة الاكس بي بس انا العب الماب عشان الاكس بي. وطلع الماب والله حلو والله انه حلو صدق. يقولك نط في هذا الشيء بيعطيك اللي هو الاكس بي. فيري لارج اكس بي 22000. الو كمية الليفل اللي خذيته كم؟ حلو خذينا البيضة ممتاز. ووب الحمد لله. شوف اعطانا حوالي 4000. حلو ووب يا ساتر الحركه وش هذه. اوكي لازم نكسر هذا الشيء. اوكي دستروي. انا على بالي انه لازم نركض وكذا بس طلع ما يحتاج ولا شيء حرفيا ما يحتاج ولا شيء. نط نختصر كذا. حلوين يا اخت نويف ما ابراهيم والله رهيب. بسم الله مع الركض. حلوين
ايزي. هذه نطة فوق، شوف كيف رقة. يا ساتر رقيت رقة، ما ادري وش ذا. اوه لا توقف، وقف شوي يعني. الو الوين الحين، هل يعطينا اكس بي كثير يعني ولا شوي؟ فيلي فيري لارج، والله عطى مكتوب فيري لارج بس انه ما ادري كم اعطانا صراحه. 900 و500 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 اشياء كثير مره. ما في بيضه شباب. اوكي ما في بيضه اتوقع. وحين حلو تمسكنا هنا، وفي هنا في بيضه، هنا في البيضه شفتها، اتوقع انه يحطون على طريقها اصلا يعني. ف ممتاز حلوين. اوكي هذه مع عزم شويتين ممتاز. يلا 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 قربنا على الليفل 13. والله كمية الاكس بي يا ساتر. ارقى هنا، ايش في هنا؟ ما في شيء. اتوقع هنا في بيضة ان شاء الله يعني. والله ما في شيء. اتوقع هنا، انا اتوقع ان في شيء صار بس اني اختصرت. ايش سويت؟ ما ادري ترى، ما ادري والله. توقعت قايل لكم. بعدين تنط هنا. اوه هلا. اوكي ميات شخصية بغت تجيب العيد، بس هنا يقول لك ايش؟ يقول بيكاكس تريجر، طق هذا الشيء ويعطيك اكس بي، فنشوف كم يعطينا. اوكي حاليا 76000. اوكي بسم الله. 26000 اكس بي على هالضربة يا ساتر. اعطانا 30000، 30000 يا ساتر. والله دايم يا شباب، حرفيا يعطيك فوق 200000 اكس بي بالراحة. اللي يبغى يلفل يلعب الماب. شباب ما انه يعني الماب ضبطكم فيه انه اكس بي وكذا، يعني يسوي اشتراك وكود بي اس ال اللي والله قليل حاطينه، قليل قليل مره، فتكفون يعني كود بي اس ال، خلوه يعني ينتعش من جديد كود بي اس ال، واشتركوا اذا ما انتم مشتركين. اذا تبون مابات كذا غريبه زي هذه اكتبون تحت الكومنتات، الله يسعدكم نبغى نشوف دعمكم. المفروض هذا الكلام اقوله مش ماشي عادي. توقعت انه زي النطه بس صارت ما بنطه. حلو ماشي صح، نط نطه عاديه هنا. اوكي صار في بونسر، والله اني ما انتبهت. اوكي هنا يسار، يمين يمين، درب الغانمين هالمره. متاهه، اتوقع يمين في يمين افضل شيء. بعدين سيده ان شاء الله نلقى على طريقنا بيضه، بس ديدند طريق المسدود. هنا يسار، صار صح يسار، ايزي ايزي. اوب وش طقيت فيه فوق؟ اتوقع انه المفروض اني اتعلق في هذا الشيء اللي فوق عشان يصير هذا الشيء. هدي هدي هدي، صار في شيء فوقي. والله اني قايل لكم 100 اكس بي 40000. اوكي بسم الله بسم الله بسم الله. لا هذه ما اعطانا كثير صراحه، اعطانا 1400 تقريبا. اللي فيها هيت ولا جنب ام او شيء زي كذا يعطيك اكس بي 20000 وحولها، فشيء جامد والله. اوب حلو حلو ممتاز. نطلع الهوايه وهوبا، اعطوني ذا بيضات يا شباب، ما في بيضات. والله ضبط الحين سبحان الله. اوكي اوكي علي فوق، الحمد لله اني نظرت فوق. قلت صعبة شلون بجيبها؟ بس صارت على فوق. والله اني على بالي بيطيح ويتمسك. اوكي اكس بي ممتاز. اوكي في شيء هنا ناخذ. تكفى الحمد لله عد هنا. اوكي اوكي اوكي. انا ما ادري وش هذا الليفل الغريب، حرفيا ما في اي شيء. اوكي اوكي اوكي. شوف الاكس بي 24000، خلينا ناخذ هذا الشيء. يقول لك كولكت باور او ار بي، ما ادري وش هو ار بي هذا. 28000 يا عيال، خلاص كنا يقول فليتها. انا على بالي انه كل شوي يلفلني. اوكي على بالي انه قلت والله حركات بركات يعني، المفروض انه يمدينا نتسلق اصلا على طول، بس كذا قاعدين نتباطأ على هذه وعلى هذه. امور طيبه الحمد لله. 2000 اكس بي على ولا شيء، ما ادري شلون جبنا 2000 اكس بي قبل شوي، الحمد لله. هو المفروض انه يدفن البونسر اللي كان تحتنا، بس ما ادري ايش صار. وينكسر قزاز نايس. اوكي تفعل هذا، روح يسار ولا يمين. اوكي انا على بالي انه يرجع بس صار نفسه. رقيت يا شباب رقيت، ما تسلك زي الناس الله ياخذ ابليسه. المفروض اني اجي هنا بس اني استحبت على ذا المكان. علي فوق علي فوق، لازم تطالع فوق ذا الماب. ما بغريب صلى الله العظيم للحين مستمتع يعني، ما في ليفلات كريهه ولا شيء. لا 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 ماب جميل والله جميل. اوكي تشوفوا البيضه، هوب حلو تسلقنا. والله اني نط. الو 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 الو، كاني اختصرت اختصار خايس. اوكي اخر واحده اخر واحده، حلو هنا هواي بعد. والله يا اخي حركة قزاز دي جامدة والله جامدة. اكس بي 63000 حلو.
تغير ولا شيء. هذا وش هي؟ نرقى فوق نرقى فوق. هل في شيء هنا؟ دائما اقول لكم ناظروا تحت وفوق. اوكي اوبن 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 اوبن. تحت وفوق. تحت 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 تحت. ارحم شكلك ارحم شكلك ارحم اهلك. شيء هنا؟ طيب ايش في فوق؟ خلينا نرقى فوق نشوف. سبحان الله كله عشان بيضة. تستحق تستحق البيضة صراحة. يعني عكست الاتجاه على بالي اني بسوي شيء يعني. ما عليه للاستمتاع بالماب يا شباب ان شاء الله انكم مستمتعين. ضغطين لايك ومشتركين في القناة وبسم الله. عذر اذا المقطع طلع طويل بس الماب في تنويع رهيب جدا. مستحيل انك تمل والله والله العظيم وانت تلعب مستحيل انك تمل. مستحيل انك تموت زي كذا مستحيل. هلوين هلوين ضبطناها. هل نتسلك كذا بس ايزي ايزي بيزي. اوكي ممتاز هلوين وجيجي. والله لا اعطوني 20000 اعطوني 20000 فوق 100000 اكس بي يا شباب. طلع حقيقه الموضوع. يعطيكم العافيه. اشتركوا في القناه كنتم مشتركين. نشوفكم على خير. سلام. على بال انك